برحب بحضراتكم مشاهدينا، وما زلنا نتابع أصداء إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 والتي حصل فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة من بين 4 مرشحين من أحزاب مختلفة. ونقف مع حضراتكم على دلالة هذا الاختيار من قبل الشعب المصري، ما أراد أن يوجهه الشعب المصري من رسالة إلى الداخل والخارج، ما أراد أيضا أن يوجهه كرسالة بنسبة الإقبال الكثيفة على الانتخابات وبهذا الاختيار، وحجم التحديات التي يواجهها والملفات أيضا المتعددة المطروحة على طاولة السيد الرئيس في فترة ولايته الجديدة. ولمتابعة هذه الأصداء ينضم إلينا هاتفيا النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني. سيادة النائب، برحب بسيادتك، وكيف يعني ارتأيت هذا الاختيار الذي وقع على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة؟ اولا مساء الخير على حضرتك وعلى جميع الساده المشاهدين، ولازم طبعا خالص التهنئه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني الحمد لله الفتره اللي فاتت شهدت عصر من الديمقراطيه، ان زي ما حضرتك ذكرتي في المقدمه ان كان السيد الرئيس بيتنافس مع 3 مرشحين من كلهم كل احترام وتقدير، ممثلين عن احزاب مختلفه. فدلوقتي حضرتك الاصوات اللي احنا شفناها وشاهدناها ما كانتش شباب فقط لا غير، احنا شفنا ممثلين من الاشخاص ذوي الاعاقه. بنقول لهم شكرا ان انتم نزلتوا واديتوا ثقتكم لفخامه الرئيس او للساده المرشحين اللي انتوا اديتوا لهم اصوات، بس كانت النسبه الكبيره قوي اللي احنا شفناها من ذوي الاعاقه كانوا بيقولوا لنا ان احنا في عهد فخامه الرئيس شفنا اهتمام كبير جدا من الاشخاص ذوي الاعاقه بالنسبه لقانون رقم 10 سنه 2018، وكمان كل سنه بيتم يعني تكريم مجموعه من الشباب المميز من قادرون باختلاف. والحمد لله شفنا نجاحات اخرى بالنسبه لكمان دعم المراه المصريه، فدايما كل يعني كل سنه كده او كل انتخابات المراه بتفاجئنا بنسب التصويت، وده نتيجة التمكين الحقيقي اللي حصل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العشر سنين اللي فاتوا من تمكين حقيقي للمرأة المصرية. طبعا شفنا نماذج مشرفة من الشباب المصري اللي تم تكريمهم، وتم كمان ان هم يكونوا في مناصب قيادية داخل الدولة المصرية سواء في السلطة التنفيذية او السلطة التشريعية. زي ما كنا بنتكلم مع الشباب دايما في النسب، لما حضرتك تشوفي ان النسبة كانت في 2012 ان نسبة الشباب في التمكين قوي في البرلمان كانت 7%، لما بقت في 2015 نسبة البرلمان زادت بقت 15%، تخيلي بقى حضرتك في البرلمان بتاع 2020 ان تبقى 21%، يعني عندنا 124 شاب يعني اعمارهم تتراوح من 25 سنة ل 36 سنة. فطبعا ده عصر جديد يعني بجد احنا بنشكر فخامه الرئيس عليه. طبعا في هناك المزيد من التحديات، وكان ان شاء الله كمان هيبقى مزيد من الانجازات. هيتم ده ازاي خلال الفتره القادمه من قبل حاجه مهمه جدا هي توصيات الحوار الوطني. حضرتك زي ما حضرتك والساده المشاهدين شافوا ان في محاور زي المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وان انا بشرف في ان انا اكون مقررا عن لجنه الشباب. تمت توصيات مهمه جدا عشان نخلق كوادر شبابيه تقدر تخدم وتخوض معركه زي انتخابات المحليات او الانديه او النقابات او مراكز الشباب. فخامه الرئيس مهتم جدا ان هو يبقى شايف الاطفال من صغرهم وهم فاهمين يعني ايه انتخابات رئاسيه، يعني ايه انتخابات برلمانيه. ده كله هيحصل من حاجه مهمه جدا تمت التوصيه. وعايز اقول لحضرتك احنا خلال الفتره اللي فاتت لما تبنينا الولاد دول والاطفال دول جم اثروا في مع اهاليهم ومع مدرسينهم داخل المدارس المختلفه، الا وهو اتحاد طلاب مدارس الجمهوريه اللي بيمثلوا 25 مليون صوت لطلبه المدارس على مستوى 27 محافظه. يعني تبنيناهم برضه عشان المشاهد يبقى عارف احنا اهتمينا بامين الفصل اللي بيطلع يعرض برنامجه قدام فصله عشان خاطر الطلبه ينتخبوه. فخلال الفتره اللي فاتت تم تدريب وتاهيل مجموعه كبيره جدا من اتحادات طلاب بمدارس الجمهوريه اللي ابتدوا يطلعوا ينافسوا على المدرسه، وابتدى ينافس على ان هو يبقى امين اتحاد الجمهوريه. ف
فده هيبقى داخل الكلية بتاعته أو الجامعة بتاعته مؤثر بمعنى الكلمة، عشان بقت فيه اهتمام كبير جدا باتحادات طلاب المدارس والجامعات، وشفنا أثره الطيب إن آلاف من الشباب نزلوا عشان مجموعة كبيرة أقنعتهم بعملية المشاركة، إن زي ما هم شاهدوا انتخابات حقيقية لانتخابات رئاسية هم كمان بيطالبوا، وكمان شافوا في الحوار الوطني اللي احنا اشتغلنا على توصياتهم في عملية انتخابات حقيقية جوه في المدارس والجامعات. فده ما ده بيتم على أرض الواقع، فأنت دايما كده بتزرعي الانتماء والولاء لشبابنا داخل المدارس وداخل الجامعات، ويعرفوا قد إيه إن في إنجازات محترمة اتعملت. فما زلنا في ملف الوعي مستمرين في الست سنوات القادمة، عشان تبقى السادة المواطنين حاسين إن الدولة فعلا واقفة في ظهرهم، وشافوا ده من خلال أصواتهم المحترمة اللي نزلوا وادوا ما يقرب ما شاء الله من 40 مليون صوت، فده رقم كبير قوي، 39 مليون و702 ألف مواطن يعني رشح السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فطبعا بنشكر جميع السادة المواطنين على أصواتهم القيمة، وطبعا أطلب حاجة أخيرة وأختم بها كلماتي مع سيادتك، ألا وهو فكرة الثلاث مرشحين اللي بنكلمهم كل احترام وتقدير، هم ما شاء الله برضو جابوا أصوات ما يقرب من 2 مليون صوت لكل مرشح، وإن دول لازم يبنوا قاعدة بيانات كبيرة تقدر تخدمهم في انتخابات قادمة، ألا وهي انتخابات المحليات لما يتم مناقشتها في البرلمان المصري. فكل ده بيدي ميزة مهمة جدا للدولة المصرية وللعالم ككل، إن في ديمقراطية محترمة، وإن في أصوات زي ما حضرتك شفتي راحت لمن يستحقها. فكل الدعم الفترة القادمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كسياسيين في المقام الأول والأخير، وممثلين عن التنسيقية، وممثلين عن الحوار الوطني إن شاء الله. طب سيادة النائب، يعني حضرتك ذكرت الأحزاب وهناك ثلاثة مرشحين من أحزاب مختلفة، حصل كل منهم على ما يقرب من 2 مليون من الأصوات، وده خلينا نتكلم أكتر على دور الأحزاب في الشارع المصري والذي ينبغي أن يكون عليه في الفترة القادمة، كيف ترى؟ أنا عايز أقول لحضرتك مفتاح نجاح انتخابات الرئاسية 2024 الحوار الوطني. ليه أنا بقول ده؟ الحوار الوطني جمع جميع الأحزاب على مائدة واحدة عشان كل واحد يقترح الأيديولوجي بتاعته ويقترح التوصيات بتاعته في ثلاث محاور رئيسية. احنا تحدثنا خلال الفترة اللي فاتت لما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا للحوار الوطني في إبريل 2022، كنا دايما بنسأل احنا هنتكلم في ايه؟ السادة المواطنين هل فعلا آرائهم هتتسمع ولا لا؟ لما اتكلمنا في المحور السياسي بالخمس لجان تحت المحور السياسي، كل ما يتعلق بالامور السياسية في مصر، عايز اقول لحضرتك السادة ممثلين الاحزاب سواء كرئيس حزب او عضو في الحزب قالوا افكار محترمة جدا وافكار كلها قابلة للتنفيذ. نفس الشيء في المحور الاقتصادي، الثمان لجان اللي تحته، نفس الشيء في المحور المجتمعي، الخمس الست لجان اللي تحته، وبتشرف ان لجنه الشباب واحده من ضمن 19 لجنه اللي موجوده داخل الحوار الوطني. فتخيلي حضرتك ان الاحزاب كانت على مدار السنوات اللي فاتت زي ما عفوا في الكلمه اللي هقولها، ما كانش ليهم صوت ان الساده المواطنين تقتنع ان في حزب متواجد. لما الحوار الوطني جمع الاحزاب، عايز اقول لحضرتك في احزاب محترمه جدا ليها شعبيه وليها قاعده جماهيريه كويسه جدا، وده اللي احنا شفناه خلال الانتخابات. انت عندي حاجه ثلاث احزاب، الشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي وكمان حزب الوفد، الثلاثه كانوا بيتنافسوا. عندنا احزاب اخرى كانت مؤيده للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زي حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن وتحالف الاحزاب المصريه، انا مش عايز انسى حزب حد معين يعني. بس كل دول لما قعدوا مع بعض في الحوار الوطني وقالوا الاقتراحات بتاعتهم وازاي يقدروا يوصلوا توصياتهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء كحزب مؤيد او كحزب معارض لفكر معين، كل ده اللي احنا شفناه داخل الحوار الوطني. فأدى ثمار الحوار الوطني ان عندنا ثلاث احزاب دفعوا بمرشحين، الثلاث احزاب ابتدت ليهم شغل على ارض الواقع. بس دايما احنا زي يعني نتشرف ان احنا في كيان كبير اسمه تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، هو كان داعم للاربع مرشحين. وازاي انا بقول ان هو كان داعم لاربع مرشحين؟ نفس اللي حصل في الحوار الوطني، هي صوره طبق الاصل من تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين ان احنا عندنا 26 حزب سياسي. فتخيل ان ال 26 حزب سياسي في مجموعه منهم زي مثلا بتدعم حزب الوفد، مجموعه اخرى بتدعم
السيد الممثل عن حزب الشعب الجمهوري وايضا المصري الديمقراطي، وطبعا الظهير الشعبي الكبير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فكل ده انا كنت ببقى قاعد جنبي، انا برشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزميل اخر ليا كان بيرشح السيد المحترم حازم عمر. فتخيلي ان حضرتك الايديولوجيات المختلفه دي ما كانش زمان، ما كانش موجود العصر ده ان يبقى في كيان سياسي داعم للاربع مرشحين. طيب بعد قصه الدعم احنا بنطلب ايه وايه التنسيقيه اللي شغاله عليه؟ مزيد من التمكين الحقيقي لفكر السياسه في مصر. عشان يحصل ده لازم الاحزاب تقوم بدورها اكتر واكتر في الشارع وتبني عليه. يعني ده حصل خلاص خلال الفتره اللي فاتت، سواء من الحوار الوطني او من الانتخابات الرئاسيه. طب احنا داخلين على انتخابات المفروض تتناقش يعني قانونها جوه في البرلمان المصري. طب بعد مناقشه القانون هيبقى في انتخابات المحليات. طب مين اللي هينزل ويدفع بالمرشحين بتوعه؟ الاحزاب اللي احنا شفناها سواء في الحوار الوطني او الانتخابات الرئاسيه. هل الكلام ده للانتخابات المحليات فقط؟ لا طبعا، احنا عندنا مراكز وبرلمان والشيوخ، فكل الانتخابات دي لمزيد من الدعم للحياه السياسيه. وده حصل بصراحه في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا ان شاء الله في مزيد من الاستمرار على التمكين الحقيقي للاحزاب السياسيه في خلال الست سنين القادمه، ومش التمكين للحياه السياسيه فقط لا غير. احنا عندنا شباب يعني تشرفنا بوجوده داخل الحوار الوطني وكان بيتكلم عن رؤيته في الاقتصاد المصري ورؤيته لدعم رواد الاعمال وازاي التحديات اللي بيواجهوها، رفعوا توصياتهم للسيد رئيس الجمهوريه، وهيعلن خلال الفتره القادمه عن توصيات هتخدم يعني شباب كتير جدا عشان نقدر نحل مشكله هي مشكله البطاله من خلال المشروعات الصغيره ورياده الاعمال. فزي ما احنا برضو شفنا تمكين داخل الحياه السياسيه سواء في السلطه التنفيذيه او السلطه التشريعيه، الشباب كمان هتشوف تمكين اخر في الحياه الاقتصاديه، ونشوف رواد اعمال كفء قادرين ان هم يستمروا في نجاحاتهم داخل الدوله المصريه ويفتحوا شركاتهم وفروع ليها داخل الوطن العربي ان شاء الله خلال ان شاء الله. مزيد من التمكين في شتى المجالات. النائب احمد فتحي مقرر لجنه الشباب بالحوار الوطني كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.